انتهينا اليوم الى هيئة النشاط تزامنا مع اكتوبر الوطني. بهذه المناسبة، مناسبة أكتوبر الوردي، أكتوبر الروز، اللي هو شهر يعني مخصص خاصة للتحسيس والإعلام وال لونغاجمون مع فيما يخص سرطان الثدي الكونسير دو سان. هو مرض يا لطيف ربي ان شاء الله يستر بناتنا ويستر ماتنا ويستر نسانا. مرحبا بك الحضور الكريم مدير الجامعه والجمعيه الحاضره معنا. نرجو من الطلبه التقرب من المراكز المديريه من اجل الفحوصات للكشف على هذا الامراض. نحن هنا اليوم بدعوه من المنظمه الوطنيه الجزائريه الحره لحضور والمشاركه في هذا اليوم التحسيسي حول الوقايه من سرطان الثدي، الذي نتمنى ان يكون مفيدا لكافه الطالبات والطلبه، ونتمنى ان يكون الحضور كبير للاستفاده، لان غايتنا من هذا اليوم هو نشر الوعي والوصول الى اكبر عدد ممكن من الطالبات والطلبة لتحدث حول سرطان الثدي وإعطاء بعض الشروحات لتفادي الإصابة بهذا المرض، خاصة وأن انتشاره زاد كثيرا في بلادنا. نتمنى من كل الطالبات أنهم يتقدموا إلى مراكزنا أو وحدات الطب الوقائي على مستوى الإقامة الجامعية وجامعة 20 أوت من أجل إجراء الفحص الطبي المبكر. اليوم يعني التغذية لها دور رئيسي خاصة في الوقاية، خاصة في الوقاية ومرافقة مريض السرطان بصفة عامة.